صراحة اليوم خصصنا للأطفال أطفال اليتامى احنا يوميا عندنا وجبات خصص نديهم العائلة المعوزة الأيتام عائلة وهذا النهار بالذات خصصناه للايتام بغينا نحبنا نفرحوهم ونعوضوهم على التلميذ اللي درت لهم سبيسيال الله يبارك ما شاء الله محمد ونشكر كاع اللي المساعدين تاعنا وكاع اللي يفطر معنا وفرح هاد الايتام وخاصه الامين العام للولايه ونحيي الوالي تاني تاعنا صراحه حضر معنا تاني هو تاع المناسبات وهذه هي.